اجي هضر عليا ولا اجي هضر معايا الصاط حتى الشيخي ديالي هذيك اللي بغيت قاش قبل ما ندخل في التفاصيل هذيك اللي بغيت قاش دارت لك اقوى تبغيطه في المغرب دازت في المغرب كامل راه ملي نعسات معايا راه عاودت لي كل شيء خي ديالي وما كندويش من فراغ الصاط باش تكون عارف بلا ما ندخل نزيد ندخل في التفاصيل اشنو وقع في مراكش واحد ري عشيري راك تما ثاني واحد مسلم مسلم راه دوك قدموه امشي جا تصنط ليهم قالوا لي راه دوا عليك دوا عليك دوا عليك انا ما دويتش عليه ما جبدتوش كاع وديما كنهضر عليها بالزوين راك سمعتو البارح باريو شنو قال ديما كنهضر عليه بالزوين داك السيد الله عمره دار داك السيد هادي داك السيد البارح قدموه جات هو بدا كيسب وبدا مشي طلعها وبدا كي شي ملي قلت ديك الهضره صافي عرفتك اخي انت كتهرب النوم ايدك فيها اخي معاه ماشي مشكل غندوزو اخي المورو مورو مورو الخوت ما كنتش متوقع منه حتى ملي وصلني داك السكرين ما كنتش متوقع منه صراحه هذاك اللي جات شكه منه غادي ندير معاه الدراري الواجب وصراحه ما قالش شي حاجه مشيت حتى ليا ولا بالرجوله جاك الدراري البارح شتو كيرياكتي شي حاجه الخوت اللي ما عجبتنيش بالرجوله ومزيان قال لي يا عرفتك اخويا ديالي شي حاجه ما تعجبكش حيت انا ما رياكتيتش عليك بالمزيان بالرجوله رياكتيت عليك بواحد الرياكشن اللي ماشي معاك وماشي مع اخرين فهمت حيت اخويا ديالي انا الا بغيت نرياكتي عليك ران ان اذا بغيت مثلا نادي انا كنقول لك ان قيام بقى ساكت ولا نكون معك اخويا ديالي بالرجوله ما نرياكتيش عليك بالمزيان ولا بالخايب حتى اخويا رياكتيت على الفيديو انا ما كاع ما رياكتيتش عليك ولا على شي حاجه بدا نقلي تفرج كان زايا راك عارف انت كتشوف الشاط ديالي بنادم كيعجبو شويه ديال الفضائح كان زايوها في الاول ديال اللايف ما يكون عندنا ما يدار كنفطروا الماكله هو دابا هنايا كنهضموها فهمتي كنهضموها بشي فيديوهات فضائح هايدو كندخلوا نقصروا اخويا ديال يعني ان شاء الله ما تكونش ما تكونش قلت لي شي حاجه خايبه حيت انا اخويا ديالي انا راه دريويش انا غير دريويش اخي الفلاح ما كنتش متوقع منه حتى ملي وصلني داك السكرين ما كنتش متوقع منه صراحه هذاك اللي جات شكه منه غادي ندير معاه الدراري الواجب وصراحه ما قالش شي حاجه مشيت ليا ولا بالرجوله جاك الدراري البارح شتو كيرياكتي شي حاجه الخوت اللي ما عجبتنيش بالرجوله ومزيان قال لي سير دير فيديو كذا ولكن ما غاديش حتى ما غاديش تهبط اخي النيفو ديالك باش نكون معك واضح الصاد كنقول لك على نيفو راه ماشي هو الارقام في وجهي لا ماشي الارقام لا حيتاش ارقام ماشي الهضره الصاد يا حيتاش النيفو نقول النيفو ما توصليش ولكن فهمتي حاول بعدا الارقام ما توصليش عادي فهمتي واحد لواحد وتكون الخوه ديالي فهمتي باغي شوف الخوه ديالي كمل هذه الاغراض في حياتي ولكن عمري ماشي ضحكت على قاصي راسه والله كنضحك عليها لدابا ولا ساقول لك خوتها الخبره والله تيتزوجوا بك وازبي شكي خوار هذا قصيره دابا انا مصاحب مع قصيره انا شوف اجي للديسكورد الخوا ديالي اجي عندي للديسكورد اي ديسكورد وطفاك واش شكي خوار دابا هذا اش كتخوار بالاول حاجه مثلا لنفترض ان البنت قصيره ياك لنفترض الخوا ديالي ان البنت قصيره وهي الصوت ديالها فهمتي مرجل عليك ما شوف لنفترض ان البنت قصيره اول حاجه البنت ما عندهاش اخوته ياك لنفترض قصيره اول حاجه البنت ما عندهاش اخوته كيدار ما كيهضرش عليك حلف بالله ماشي عليا اسمح لي شي حاجه اسمح لي اخي ما عجبتنيش اسمح لي اخي الفلاحه اسمح لك سحب لي كيهضر عليا وحق الله لا شوف فلاحه اسمح لي اخويا ديالي اسمح لي وا كيسحب لي كيهضر عليا اسمح لي شوف الفلاحه قول اسمح لي فلتت الفلاحه قول اسمح لي اخويا الا قلت وا كيسحب لي عليا وحق الله اسمح لي اخويا ديالي بالروج ولا ومزيان قال لي سير دير فيديو كذا ولعيبات ولكن ما غاديش حتى ما غاديش تهبط اخي النيفو ديالك باش نكون وعليك عليا كندوي لك على نيفو راه ماشي اخر شنو قصير اخا شوف شوف هضر بالدليل ما تهضرش غير بقى شي غير تخور فهمت حيتاش البنت اول حاجه البنت كبيره ويماها وباباها كيعرفوني وكنهضر معاهم راه خاوه ديالي راك عارف هادشي هذا ما فيهش الضحك والوالدين ديالي كيهضروا مع الوالدين ديالها وثاني حاجه البنت ما عندهاش اخوته وثالث حاجه ماشي قصيره يعني الا بقيتي كتهضر شوف ياك راجل لراجل
هدار شوف ما تبقاش اول حاجه تخربق، هذه هي اول حاجه. وثاني حاجه هدار جبدني هدار انا وياك جاك الفلاحه ماشي مروان وشكون وشكون، فهمتي؟ هذه اول حاجه. وثاني حاجه كما الاخوه ديالي وانا جايك الهضره الصاد، جيني الهضره خي ديالي. درت بزاف ديال الاغراض في حياتي ولكن عمري ما ضحكت على قاصر الصاد. لا لا انا قاصر، انا قاصر، انا هي اللي تضحك عليا ماشي انا اللي نضحك عليك. انا هادي بسام لي في بالي او ما كنضحك على حتى شي بنت الناس الخاوه ديالي الحمد لله. كنضحك عليها لدابا انا ساقول لك خوتها الخبره والله تيتجو. المهم هادشي هذا الدار الا كان كيهضر عليا راه غير كيخور البنت ما عندهاش خوتها. وثاني حاجه الا كنتي كتهضر عليا، اذا كنتي كتهضرش عليا اسمح لي بزاف الخاوه ديالي وجوبك راه حدايا والله اخي تيتزوجو بك والله تيضحاو عليك اخي ديالي. اي اخي ديالي راه حدايا وراه يتعاود ليك اخي الزويون. وقلتي اخي بغيتي لي بروف وبغيتي باش تبقى دير اه يعني عليا انا فهمتش صاحبي. النص كيقول لي ماشي انت والنص انت ماشي عليا. طيب وكذا انا عطيتك لي بروف اخي في الاول، رجع لاول ستوري راه دلائل اخي. يلا بين لي وكون بطل الصاب. انا عطيتك دابا فاش تهضر يلا وضح بيبليك وكذا ودير راسك نسوق شبقى تضحك. راه الواحد ملي كيحصل صدرك كيقلب ضحك اخي. ولكن اش كتخور دابا اش كتخور انا مش اش كتش لكن هاني مزيان صافي الله يسخر لك اخي الله يسهل عليك امين مزيان ما تبقاش تضحك على القاصره طرا الدار ما مزيانش اخي ديالك فهمتي كيدار على جنين 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 انا بعدا بالنسبه لوايت الخوت يعني كيدار عليا يا كيدار عليا حيتاش قال بالنسبه لجاك وقال دابا بالنسبه لوايت. المهم اخويا ديالي شكرا بزاف على قدر المهم حطاش دابا في النيمو و ماشي عليك عليك ماشي عليك. انا صيفط لهم ميساج اخويا ديالي انا قلت له اجي نسقسي انا ديريكتوم سقسي اخويا ديالي نقول له واش البنت اللي كتقول لي قصيره وديك الشوشه هذه هو كيصوني. الو واش الخوا؟